السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عبد السلام حكار. اليوم احنا ماشي في جديدة، اليوم احنا من الوليدية، مكان التواجد ديالنا واحد المعرض اللي كاين دابا في الوليدية، معرض تجاري مباشرة من الوليدية. كاين هنا هاد المعرض هذا اللي فيه أنشطة تجارية عبارة عن فيه صناعة تقليدية، إذن أول شخص غادي نتلاقاو هو أحد التجار من هذا المعرض هذا. السلام عليكم. السلام عليكم. اسم كريم؟ محمد المعتصم من كازا الدار البيضاء. إذن هذا محمد المعتصم الدار البيضاء. شكرا سي محمد الغزالي. هذا المكان اللي عندك أنت هنايا، حسب اللي شفنا أنك كتبيع هادشي ديال الديكورات هادشي صناعة تقليدية ديال الفيتنام، جايبينها من الفيتنام. صناعة تقليدية ديال الفيتنام كنبيعوها هنايا في الدار. إذا هادي صناعة تقليدية ديال الفيتنام تقدر تخدم. إذا كيما كتشوفوا هنا ديكورات عبارة عن أباجور، دي ديكور، بواطات، يعني ديكورات. يعني هادو على العود كيما قال لكم الأثمنة ديالهم كيفاش دايرين؟ كاين بحال هاد لي طابلو هادو 600 درهم، هاد الطابلو هذا مرسوم على العود مرسوم باليد، الثمن ديالو 600 درهم. طابلو فيه 4 ديال قسم على 4. إذا هانتوما كتشوفوا هاد لو طابلو هذا ها هو 600 ديال درهم. معرض الوالدية، دخل المعرض هو الأول على اليمين. أو شحال هانتوما في هاد الدومين هذا؟ كنا 10 شحال نتوما في الدومين؟ ما يقدرش الدومين نفس العشية 15 عام كتباع على الشهر. وكتجي للوالدية ديما ولا أول مرة؟ ثاني مرة كنجي. ثاني مرة. واش كاين شي إقبال على هاد السلعة ديال الفيتنام؟ كاين الكليان الحمد لله، كاين الناس كتعجبهم، كاين إقبال، كاين الحمد لله. إذا وفرام مصر اليمان اليوم مركب اليمان إنشار عند ماجين. إذن كتنصح الناس باش يجيو؟ كاين أثمنة مناسبة، كاين مناسبة إن شاء الله، وكاين حوايج زوينة في المعرض، كاين ديكورات. واخا شكرا لك، تبارك الله عليك. إذن هنا كيف تابعنا مع هذا الشاب؟ هو شاب مثل سائر الشباب اللي قدر انه يشق طريقه في مجال ديال التجارة. هنا كيف كنشوفوا احد المحلات اللي زغوت كتقدر تجمع اسك الرطا عجيب اللي كنا محتاجين الماء كتبقى على فرصه تقدر. إذن كيف كتشوفوا هنا محل ديال لبس نظر. حنا هنايا في واحد المحل ديال بيع دوك الاكسسوار باش كيقطعوا الخضره. غادي نشوفوا هاد السيد هذا كيسان ديال البان ديال ملتي كولور، هذا كامل يقطع على كل شجره. عندي الكيس اللي كبير فيه 5 ادوار، مونيك ساديه وماكينه ديال سوكي تيجيز.
غنديرو كيسان ان كاسر ما كيترسوش، واحد العصير وواحد العطريه. دابا غادي نخدم بالكاسر بالنسبه للخرقوم سكين جبير ترا هذا راه لا تازال تما الكاسر عمرو كنزيد العطريه وكندير لا بلا ديال التوابل كنزير نرجع الربط كنضر ما كاينش بوطون. عندي ثلاثه ديال لاطيش في الماكينه ثلاثه في الكيسان كنلقى كيس الكاس بان في الماكينه كنضرب كنضرب هذا كنحط هذا كاسها وهو اللي دخل عليه هاد الكيسان ديالو صغير هذا ما كيترسوش حتى الصابون ما كيترسوش بعدا غنسوي حتى لاصوص الطوماط ما كنبقاش نخدم الزنقه كناخد لاطيشه تكون طيبه حمرا مزيان وكنعمرو الكاس ديال الطوماط هنا كندير لاب ثروه ديال السوائل كنزير نرجع الربط غطا ما كاينش بوطا دابا غادي نرجع نخدم على مسطرة الروبوت، الروبوت كيدير 250 دورة في الثانية، خلاص راه بأي سنة تحضير، كونسوماسيون تنطيو غادي باش تنضاع، هذا الروبوت شنو خدام في الكوزينة كيطيح الكاسر، ملي كيسخن كيطيح تحديدا. الأخ يوسف تقدنا ليهم. دير الماء، دير الماء باش كيعاود يديماري، ها العطرية ما كان حتى 5 ثواني، كيما خلينا أكثر كتنمي الزيت، غادي قلنا لاصوص طمع، باقي تخوطي البيتزا صبات نسيت، عرفت غادي نصير حتى هي بغينا نصوبو لاصوص الحريرة. بالممكن من كتار جدو الخلاع ونزيد الربيع الوقت ما كنضيعو حتى هو الوقت ما كنضيعو حتى في الكوزينة ونزيد كذلك حتى الربيع ها لاصوص طماط كتكون واجدة قرا مشا ميضة لاصوص الحريرة نزيد الربيع ونزيد البصلة عندك خدمة كثيرة كتخدم الكاس العائلة الكبير باش ما كتبقاش طحن وتعاودي ودائما كندير الموز العصير كنزير نرجع الربيع كنضر ما كاينش بوطا ها لاصوص الحريره كتكون واجده اخرى من خميره مازال غادي نضربو اصعب حريره خدام كيطحن كيعصر تخوى عليه الماء كيعطي العصير ما كيطحنش هو كيما كيضربو في الصوص دابا غادي نزول الكاس ونخوي الماء في الموتور اتاسيون دير واش ولا ماشين اخرى من غير روبو ماجيك نعمرو بالماء ونعاود نخدمو من جديد بعدا كرة تيسيس كرة ما تخدم ماجيك ها لاصوص الحريره كتكون واجده اخرى ماشي من العين من الكوفر تما الكوفر هنا طحنا شي حاجه فيها الريحه الحامل الحوت اللي عندنا ما بغيناش نديرو الدينا الداخل الموتور كيطحن كيعصر كيعصر لينا حتى الاواني كنديرو غير فتح حامض شويه في الصابون كندير دائما الموز العصير كنزير نرجع الربط غتنضرب بسرعه بسرعه كنزول من الريحه الكريه كيرجع الكاس كيشان ومازال غيصاوبين حتى كافي كابوتشينو ما كنبقاش نخدم الزنقه هانتوما قدر كدير حليب سخون ولا ما سخون انا غندير غير مدارك كندير غير النص وكنخليو النص الاخر كنخدم الموز كندير غير القهوه السمر نيس كافي ماشي بالضروره تكون سريع التوازن وكندير دائما الموز العصير كنزير نرجع الربط كنضرب بسرعه بسرعه ها هي كافي كابوتشينو كتكون واجده تقرا مشي كل شيء تبرع بالكوزينه مع الماكينه دابا غادي نحسب الخمسه واحد جوج ثلاثه اربعه خمسه اصغر طب الحساب ما تربوش كافي كابوتشينو من الكاس دير تشمو الكاس اما ساهل ديال المدارس كون كتحلي سخون ما سخونش كون الطلاو غتبقى لنا الكاس الكبير هذا الكاس اللي استعملته فوق المغلق من الاسفل نستعملو كاس عادي في الطبله مع اربع كيسان خشوب العصير باللبن نزول لابوطو باش كندير لا مكاوه كاوه السوائل المهم يكسروا بعض هذا بحال الباطور عادي لابوطو الماء الحديد البانه الماء الحديد كرميلي سعيديه الى قلنا البوطون هذا كنضرب البيض وطلع الكيك عجين في الغرير المايونيز ثاني سن هذا البيض طلبيض هذا البيض طلبيض وهذا الزيت الربو خطوم وسكة الطهدي بالطف على بعض نقلب البوطون من يموت الشورما دابا غادي نشوف الوجبة اللي عندنا في الوسط باش كنعملها بفلتر نديري في الوسط هنا كتولي عندي ماكينة ديال السلخ في الجوز عندي أربعة ديال الورق يوسف في الفلتر بعد الكاس كنقاتل في الكمل ديال الكاس دابا غاتولي عندي ماكينة ديال السلخ في الجوز أي خضار أي كتير غير غير ما ديرها خيزة خيار الخوخ مشمال لا رمان هذا الكاري ولا ما يمكنش نخدم مزقه هذيك الخوض غير شريط غير هذا الربو خدام وسكت ديال الخوضر ديالك ما عندكش المشكله الخوضر قاصحه ولا قاصح حتى غير على الماء ديال السكيت تحديدا قصور والزري عادي ماشي ما كيديرش كما على الطريق وحشرات قصور الزري ما كيديروش حنا شي حاجه بحال الخوض مش لازم كملوا لي صلاة الخيار غير كيسوي مسلوجي والغسيل كيكون ساهل ما كيديرش فيه الداخل ها الغسيل ديالو كيكون فاسيل معروف باش ما يجرحونيش فينا تبقى لنا ربع كيسان ديال الطين ديال مور شوكولور هادو تاهما كنطحنو ما كنشرب فيهم هاد الكاس خلي يطلع شكرا اخت ناديه عندك وليدات كلها باغا عصير ديال بوحدو كل واحد كنطحن ليه الكاس ديال بوحدو واحد باغي يفتح انا مليت واحد باغي البنانا مليت كل واحد كنطحن ليه الكاس ديال بوحدو كنزور البار وندير بنانا تشبهها بالحليب وكندير دائما الموس العصير نرجع الرمل كنطور نزور الموس العصير ونديرو البار نشربو فيه نديرو شي حاجه في الثلاجه نكون معنا الخدمة عطيو لينا ديال المدرسة عندو لي بوشون والناس اللي باغا تكمل خدمة ترجع غير لي سيت ماجيك اليوم قصرو تي في
في الكتالوج اللي اسمه الصور الروسي انت راه عطيك كاشي مع الشركه بروموسيون في المعرض كيدير 12000 ريال فقط معرض 12000 ريال وكاين موديل اخر خصيصا هذه هي لي فريز دي فرانس دي سارات هذه الكوليكسيون الاخرى هذه ما كنبقاش في الدكتور اللي راه غير كنبغي كندور ساهله كنخرج لك الموس اللي بغيتي وهو التاك تاع اللي بغيتي دابا هاد الموس اللي كنخلو كيعطيني لي روندو هذيك كنمس الحين انا الدجاج البصله الباطيشه ما قلت الحوت شويه طاجين هاو هادي عبار واحد هي واحد ثقافه اخرى نفس الموس كل زيدك الرقم دابا غادي ناخذ البصله ناخذ الحوت شويه طاجين كنعملها بالشابو كنرجع الموندولين غير كنهضر طاو هاد طاي ماشي هي هادي هادي غليظه وهادي رقيقه كل زيده كرقه دابا غادي ناخذ الباطيشه تكون طيبه حمراء مزيان ما كاينش مشكل كنعمل الخضر ديال الشابو بعد ما كنقشرها وكنرجع الموندولين غير كنهضر ها هو غازبه ما يقطعش لك بحال الشكل هذا هو ما كاينش تخلابه نفس الموز كل زيده كرقه دابا غادي نكسر الخضر ديال الرقيقه جيت الفيلي اللي شفت الوليدات كنشوف البطاطا بعد ما كنقشرها نعملها بالشابو وكنرجع الموندولين غير كنهضر كناخذ ليا باللي بغيت وكتخدم وانت مرتاح ها هو هاني تيجي لي شفتي لي داك كتكون واجده بسرعه بسرعه دابا غادي نشونجي الموس الاول وغندير الثاني بالنسبه للخيط اللي جاي عمي غادي نلعب خيط اخرى لي باتروز كنشوف الخضر ديالي بعد ما كنقشر على ملف الشابو والخيط تاعو غادي خير بوط كنهز هذا الطلوع هاني الخيط اللي جاي عمي عبار واحد هي سلوحي تاع قطرفة عمل سل البطاطا ونعمل احسن القرعة الخيز الخيار جميع انواع الخضر والخضر قاصحة والنار ما عندكش مشكل هاو ونفس الموز كيعطينا فيه في زينومير كيعطينا حتى تشلاط ها البصله بلا شكي بلا بكا كنعملها بالشابو وكنرجع للموندولين غير كنهضر هنا كنضرب بين طوبوش هي الطوبوش من سي شمال القنص مع القنص والقنص الاخر مع القنص ها تشلاط بسهولة هادي الموز كيعطينا فيه في زينومير كيعطينا حتى تشلاط دابا غادي نشونجي الموز الثاني وغندير الثالث والاخير هو هذا هذا بالنسبة للخيط غليظة كتنقو جميع باش توجد لي الخيط تاعو عبار واحد هي سويحة تقاد واحدة كنعمل الخضر ديالي بالشابو والخيط تاعو دائما غير هبو طاو ها الخيط نفس المقياس نفس العبار كيطيبو طيبة واحدة ماشي وحدة غليظة وحدة رقيقة نفس الموز كيعطينا لي الخيط كيعطينا حتى لي كاو كنقبض الخضر ديالي على الطول هنا غادي نضرب ثاني عاوتاني ان فوغوش ان فوغوش يمين شمال ها لي كارو المكعبات والمربعات كتكون واجدة في الطرف شمال العين ها لي صالة ديالي كتكون واجدة بسهولة كندور حتى شي مسلك ديال الخيبان هنا كنحيد كنغسل قبل ما بجدد باش نعجبو عند رجيلات كتخدم برجيلات ولا بلا رجيلات هادي بروموسيو تاعي 100 درهم فقط بروموسيو في المعارض الوالدية بروموسيو فقط هاكا ماجيك قبل ما نودعوك شنو الاسم ديالك؟ مراد متوكل مراد متوكل كانت باسم جديد نيوز بعدا كنشكروك وحد موفق حقيقه الناس هما استافدوا من بزاف ديال الحوايج شكرا لك النصيحه اللي بغاو الناس يدوزوا للمعرض ديال الوالديه انتم تبعتوا معنا كيفاش الناس انهم كيستطيعوا يديروا بعض الامور كيستافدوا منها سي خالد اليوسف بالفعل اخويا المعرض كان عنده بزاف ديال الحوايج كيستافدوا منه الناس وكانوا سهرات اللي كيقبلوا على الناس خلاهم ولا وكيديو الناس وليداتهم كيمشيو كيشوفوا تما كاينه بزاف ديال المنتوجات لا تجاريه ولا ديال الصناعه التقليديه ولا وكانوا او ميم طون الوليدات عندهم فين يلعبوا في هذاك الملعب ديال الشاب اللي كان خاصيه انه حسن التدبير وما كاينش الفلوس تحت الطابله وما كاينش سرقة المال العام وما كاينش هدر المال العام وما كاينش داك التعامل ديال عطيني ودوز داك الشيء بلا ما نديرو داك الشيء في الوراقي واللي جات عندنا مرحبا بها إذن دائما بالأرويقة ديال هذا المعرض ديال الوالدية فهانتوما كيف كتشوفوا يعني هذا محل ديال الزرابي وديال Thank you.
إذا حنا دابا عند هذا المحل ديال هذه المنتوجات هذه سمعنا بأنها منتوجات من خارج المغرب يعني ديكورات يعني عبارة عن حصير. المهم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اسم الكريم هشام. سي هشام هنا عندكم زريبيات انتيولات ديكورات زوينين واش منتوج وطني ولا كاين منتوجات محليه وكاين منتوجات مستورده من مدينه تركيا من تركيا. اذا هذه المنتوجات اللي وهنا الاقبال في الوالديه واش كيكون على المنتوجات ديال المحلي ولا على تركيا ولا بحال لا دابا كل على حساب دابا كاين منتوج تركي كيكون عليه الطلب اكثر من المنتوج ديال البلاد والحمد لله دابا بالنسبه للمنتوجات المحليه راه حتى هي فجودة عالية عندها جودة عالية الحمد لله في المغرب والناس تما راه كي اذواق فهمتيني كل واحد وشنو كيبغي. شحال دابا اول مرة ولا ثاني مرة نتوما كتجيو لهذا المعرض؟ ثالث مرة دابا الحمد لله حنا كنجيو للمعرض الوالدية وكيجيو الناس من جميع انحاء المغرب راك عارف انت يا اسفي كاين الجديدة كاين مراكش يعني الناس ولفوا هنا. اذا نتوما ثالث مرة هنايا هذه هي ثالث خطرة ان شاء الله. كيكون التعامل ديال الحمد لله المواطنين اللي كيجيو عندكم هنا بخير كيلقاو يعني الراحة ديالهم كيلقاو واحد المتنفس هنا فين كيخرجوا كيدوروا وليداتهم يعني متنفس. اذا اللي قلنا لك هاد الناس هادو اللي كيشوفونا دابا عبر الحساب ديالنا جديدة نيوز ولا الحساب ديال الفيسبوك اش غتقول لهاد الاصدقاء ديالنا؟ زعما من باش يجيو عندكم ولا مرحبا بهم بيان سير مرحبا بهم بغاو يجيو عندنا مرحبا بهم. اذا واش صافو لو كو باش ان بنادم يجي يعني واش مشجعة اثمنة داك الشيء بيان سير مشجعة وبزاف كاع حنا الاثمنة اللي كنخدموا بها ماشي جد 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 مناسبة الناس كنعرفوا البوفوار داشا ديال الوالدية شوية الناس على قد الحال وهذا يعني كان ديجا كنضبطوا الاثمنة في ناسيور كازا على اساس ان الاثمنة غتكون نازلة مزيان يعني بالنسبة للوالدية. اذا كيف شفنا حنايا هما محلات فيهم زرابي يعني بالامكان ديال الناس ملي غادي يجيو هنا لهذا المعرض ديال الوالديه راه بطبيعه الحال انهم غادي يلقاو معارض زوينه. سي خالد اليوسف تمتي حشومه على هاد الناس في هاد المدينه قتلوها الله ياخذ فيهم الحق يعني قتلوا مدينه جديده. الوالديه حنا كنطلبوا الله باش انها يتنقد فيها ما يمكن انقاذه وكنخليو صديقنا كنقولوا ليه تبارك الله عليك الله يحفظكم عليك شكرا لك الله يعاونكم. اذا بغض النظر على هنا ديال الزرابي كاينين محلات هنايا ديال كما قلنا ديال الصناعه التقليديه ديال الديكورات يعني كل 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 ما يتعلق بالمصطف ولا حتى بالحياه العاديه مثلا إذا جينا هنا كنشوفوا إذا هنا كيف كنشوفوا ها هما قفات إذا هادو قفات هنا ديكور نشوفوا هاد السيد مول هاد المحل. السلام عليكم ورحمة الله. اسم الكريم عبد الحكيم معك جديدة نيوز انتما في المعرض ديال الوالديه حسب اللي كيبان لنا هاد القفات مخدومين واش هادشي كله صناعه تقليديه ولا سود كله صناعه تقليديه اش من منطقه ديال مراكش واش اول مره ولا شحال من مره كتجي لهذا السوق؟ ثلاثه في المرات مادام مشيتي ثلاثه المرات الا وعاجبك واقيلا السوق. وبالنسبه للناس واش كاين اقبال على هاد المنتوجات عندكم ولا كاين اقبال ما عندكمش مشكل؟ هذا الثاني لنا هادشي المنتوج تاع الصناعه التقليديه ما تيعلاش واخا كاع تيكون داكشي تاع ماشي مفيد ولكن لا منتوج تاع ارتيفاك الزمان عندها قيمه. وإذا سولناك وقلنا لك زعما واش الاثمنه فعلا مغريه يعني فعلا تشجع ان بنادم يقدر يجي من جديده ولا يجي من اسفي ولا اثمنه مخيفه دايرين هنايا على الثمن تاع اقل من واش مخيفه ولا مرخوفه؟ مرخوفه برخوفه ماشي مخيفه لا مرخوفه
على الثمن تاع مراكش، يعني كنديروه هنا ثمن بركه وكنبيعو مع الناس، والناس الحمد لله تيكونوا فرحانين منها. إذا عندكم إقبال هنايا؟ الحمد لله. إذا باش تنصح الناس اللي متبعينا هنايا اش تقول لهم؟ كنقول لهم مرحبا بكم في الوالدية، اللي بغيت تصيف راه هي ساعة مبروكة هنايا. إذا شكرا لك، تبارك الله عليك مولاي. الله يحفظك. إذا كيف تابعنا مع هذا السيد هذا؟ فعلا صناعة تقليدية عندها واحد الوجود وواحد الحضور هنا في هذا المعرض هذا. يعني كيف كنشوفوا امور اللي هي يعني زوينه ومشجعه بزاف. العائلات كيلقاو فضاء فين يخرجوا، يقدر اليوم الا ما دازوش كامل داز غير شي بلايص، غدا ثاني يقدر يدوز يشوف، ولا ما كانش ثاني الغد يقدر يدوز بعد الغد انسي دو سويت. يعني الانسان اللي مخيم هنايا كيلقى واحد الفضاء فين يقدر انه يدور يشوف امور ديالو. إذن حنا كنتواجدو هنا بواحد المحل ديال هادشي ديال الجلد. كيف كتشوفوا هذا الشيلد هذا هو عبارة عن صناعة تقليدية. كما كتشوف هادو راه هي دار مصبوغين بالألوان. هادي الشوز اللي ما عمرنا فكرنا فيها، يعني هادو راه ديال الحولي وكتكون مصبوغة بهاد اللون هذا. صراحة كتعطي واحد المنظر زوين. هذا القهوي تا هو راه ديال الماعز، صناعة تقليدية. بصراحه عجبوني هاد الهيدرات هادو. السلام عليكم ورحمة الله. اسم كريم. خويا جمال إلى مدينة مراكش. مراكش، التواجد ديال مراكش بالي قوي شوية هنا، كاينين ناس من مراكش. عندكم منتوجة ديال مراكش نيت، صناعة تقليدية ديال مراكش. الجلد، وهذا الجلد هذا كاين عنده عليه إقبال في المرأة الوالدية ولا لا؟ لا اللهم لك الحمد، ديما تنجيبو المليح والمليح كاينين هما ليه، والجلد دابا راه هو اللي خدام. حاجة بسكاي ما خدامش، يدير لك زعما في الرجلين وتيأدي الرجل ودغيا تيمشي، والثمن ديالو زيرو، ألا لا 4600. ولكن تنجيبو غير المليح، عندنا الجلد ديال البقري، عندنا الجلد تلعاو، عندنا المعزي، عندنا الخزاز، المليح نعم تيجي هو. أنا بانت لي عندكم هاد الهيدورة صفراء، وقلت هانيك في المباشر بأنه عجباتني، كيفاش واش نتوما اللي كتصبغوا هاني؟ لا انا مسيدي، هذه الخدمه ديال التارودان، هادشي تيجي من التارودان. التارودان تاع اه هو اللي تيتصبغ، ولكن دابا مصالحهم تيديروا هادشي بلا ديكوراسيون انتير ديالهم بالنسبه للرياضات. اللي جات الحمشه لا البيتون هذا ديال 250 درهم. لا المليح هذا. لا
انا المليح على العرش وهنايا في الوالديه كتعاملوا مع السياح داخلين يعني مغاربه ولا حتى الاجانب تاعهم كانوا اللي عندك هنايا اجانب السياح الوطنيين راه اكثر من الاجانب لاحقاش كاين صالون باش كاينين حتى الاجانب تاعهم كيجيو كاين الاجانب تيشريو عندنا الحمد لله المواطنين تاعهم تيشريو عندنا كلشي بخير على خير اللهم راك الحمد لله. اذا اش كتقول من هنا للناس مثلا ديال مراكش ولا ديال اسفي ولا جديده ولا كازا اللي متبعيننا في هذا المباشر هذا ولا اللي غيشوفوا الفيديو من بعد وتنقول لهم يجوا مرحبا بهم 6000 مرحبا الوالديه راه زاهيه ومنوره وماليها وبالناس اللي فيها ويجيو مرحبا 6000 مرحبا وراه غادي نديروا معاهم ثمن زوين والشعب الاله نعم سيدي هاني المليح انا شوف نعم سيدي عندي اللوز شي حاجه ما تضرش غير الفن المليح مرحبا بهم 6000 مرحبا. اذا شحال الزين شحال؟ فاش 50 درهم فاش؟ اين وصلت هذاك الشيء؟ 60 هذاك اخويا 60 البركه اخويا في هذاك الشيء راه يقطع 11% ريال هاك اخويا عطيه بقى على خاطرو ماشي مشكل. المهم من جديد انيوس كنشكركم والله يعاونكم والله يوفقكم. كاستين عام سيدي مرحبا بك استاذ مرحبا شي براد يكون مشحر سالي بعد الله مرحبا بك شكرا لك الله يعزكم اخويا تبارك الله عليكم الله يحفظك. دابا نديرو لي جديد انيوس عام سيدي ونتابعو صافي. اذا كيف تابعنا مع السيد هذا اسمح لي اذا تابعنا مع السيد هذا الشيء ديال الصناعه التقليديه اذا هذا محل ديال هذا تا هو محل ديال حساب لي بان واقيلا الطرز وداك الشيء اذا كيف كتشوفوا إذن كيف كنتابعوا كما قلنا حنا في المعرض ديال الوالديه حنا دابا في واحد الفضاء ديال واحد نازل صناعه تقليديه. السلام عليكم ليلى. السلام. اسم كريم خديجه باديس. هاد الشيء ديال الصناعه التقليديه واش ديالكم انتم نيت شخصيا ولا ديال حنا جمعيه فين كاين هاد الجمعيه؟ مراكش التواجد ديال مراكش بالينا شويه قوي. هذه اول مره كتجيو لمعرض الوالديه؟ السنه الرابعه هذه السنه الرابعه مادام ربعتي الا وعجبك المحل الله يوفق والله يكمل بخير. هذه الصناعه التقليديه واش كيخدموا العيالات نيت معكم في الجمعيه هذه كتلقى اقبال هنايا في الوالديه؟ الحمد لله دونك كاين اقبال في الوالديه وخارج الوالديه والمغاربه تبارك الله عشاقه. ولا سولناك على الثمن مزيان؟ كل على حسب المواد الاوليه باش كنخدموا حيت كاين دابا المواد الاوليه شويه غاليه الثوب كاين غالي دابا الخايط وكلشي حتى الخدمه ملي تنبداو نخدموا كتشد لينا الوقت بزاف يعني حاجه جديده كتشد الوقت. اذا الا قلنا لك الناس اللي متبعينك دابا في الجديده نيوز وفي الفيسبوك اشنو اللي غادي تقولي لهم واش تشجعيهم انهم يجيو هنا ولا لا؟ نشجعهم يجيو للوالديه تشجعيهم يجيو للوالديه الوالديه زوينه تشجعيهم يجيو عندك المحل هنا مرحبا بهم. اذا حنا في دورنا كان فعلا كاينين ديكورات اللي زوينين حنا شفناهم هنايا عجبونا يعني نصحوا الناس اللي يبغى يدور دورة الوالديه ويدخل اش يسول باديس خديجه طرازه يعني باديس خديجه طرازه كاين مول الجد كاين تبارك الله السيده تدير الجد سعاد كاينه السيده ما نقولش لك فنانه في الجلد. اذا غندوزو دابا نشوفو صديقتك وانت الله يكمل بخير شكرا لك. امين شكرا. اذا هنا دائما في اطار المعرض ديال الوالديه. اذا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته معك الجديده نيوز. حسب اللي قالت لنا الاخت تما قالت لي انه راه عندكم انتم الجلد هنايا. واش الجلد صناعه تقليديه يعني كتصاوبوه انتم في شي جمعيه ولا هذا ولا شي مصنع جمعيه؟ لا جمعيه. هذه الجمعيه في مراكش نيت؟ كاينه في مراكش. تقريبا شحال معكم في الجمعيه ديال النساء؟ اولا هذه الجمعيه كتهتم بالاشخاص الصم والبكم هما اللي كيخدموا الصم والبكم. الصم والبكم هذه زوينه هذه. إذن هما نيت اللي كيخدموا هما اللي كيصاوبوا هاد لي زارتيكل اللي كنشوفوا حنا كنعلموهم ولكن هما اللي حنا كنهتموا بهاد الفئه بزاف يعني انتم بحال كديروا تكوين اييه وهما اللي كيخدموا هادشي هما
هما كيعاودوا من بعد ما كيتعلموا كيبداو يخدموا معنا كينتجوا كانوا ولاو نعطيو نخدموا هما المهم تيستافدوا. اذا هادشي اللي معروض هنايا من انتاج ديالهم هما ديالهم عندنا هذا مش جديد. فين البلاصه عندكم الجمعيه؟ فينا في السوق الشعريه طلع. وكتلقاو شي دعم تما كاينه؟ كتلقاو شي؟ لا لا حاليا باقي لقينا. شحال دابا وانتم كتخدموا؟ تقريبا مده شي 20 سنه ديال الخدمه، ولكن دروك عاد تطورت الاجيال جاو الصم والبكم وبدات تتبع. يعني كاينين كاع شي فئات فيهم اللي داروا المحلات جاو لهم ولاو ولاو فورنيسور ديالنا حنايا ولاو كاين. انا علاش سولتك؟ لانه باعوا لي فعلا دي زارتيكل اللي فعلا زوينين. وكما كنقولوا مادام كانوا كيهضروا على زيرو ميكا واصدقاء البيئه وهذا، احنا كنشوفوا دابا القفاف، كنشوفوا هذوك البواطات هما ديال تما بحال ديال القنب نيت، كنشوفوا السيكان. يعني كاين خدمه، يعني كاين كيبان بانه راه كاين فن الور. او هاد يعني ومع ذلك ما كتلقاوش شي يد المساعده، ما كتلقاوش شي دعم. ما احنا دابا حتى التسويق كنخسروا الفلوس ونكريو باش اننا دابا شحال لهم على البلاصه. ودابا شحال من مره كجيتي هنا دابا المعرض الاولي؟ اذا العام الثالث. لا لا خذي راحتك، لا لا خذي راحتك. العام 25 درهم فهمتيني ولا لا؟ اذا هذا العام الثالث عندكم هنايا. اذا انا عندي العام الثالث. اذا نقدروا نقولوا مرتاحين هنا، داكشي علاش جيتي العام الثالث. كتبقى البركه هنا في هذا الحمد لله. التعامل ديال الناس ديال الوالديه ديال الجماعه ديال السلطه ديال كل شيء غادي مزيان. اداره المريض معكم مزيان. اذا الحمد لله الناس ديال الجديده ولا ديال اسفي ولا ديال كازا اللي تابعونا دابا في هذا المباشر، اش تقولي لهم دابا انت؟ الناس ديال الجديده ولا الناس ديال كازا ولا الناس ديال هاد النواحي كاملين الله يعمر هذا كيشجعونا وكيتقداو عندنا وكياخذوا المنتوجات ديالنا. اذا كتقولي لهم يجيو عندكم مرحبا بهم. مرحبا بهم. أثمنة مناسبة. كل شيء في المتناول. إذا شكرا لك. من 10 دراهم حتى 250 حتى 300 دراهم. شكرا لك. حنا كنقولوا للناس اللي بغى يجي يزور فعلا كاين دي زارتيكل روعة. تبارك الله عليك. الله يعاونكم. شكرا لك. سي خالد اليوسي خويا قلتي غادي نخليك لأن هاد الحلقة تعصبتي فيها غادي نبقى نخسر في الهضرة. كتشوف الوالدية توقف فيها محرج والجديدة والو والو والو. بالفعل خويا خالد قسمت لك بالله إلا تعمدت أنني جيت للوالدية اليوم إكسبري باش ننقل هاد الحلقة من هنا، لأنني كنت فيها هاد السيمانة اللي فاتت وحيت كنت غير دايز ما قدرتش أنني نصور ولا نقول هذا الشيء، ولكن هذا الشيء راه فعلا مرضني. كنقول لهاد الناس هادو الله يعاونهم استطاعوا انهم يحافظوا على هاد المعرض ديالهم انه يبقى ديما يتقام، ومدينة جديدة ليها الله، وان شاء الله نهار يوليو الناس اللي هنا في الجديدة عندنا يعني متبعين هاد الشيء وكيفكروا في الصالح العام وكيفكروا في هاد المدينه الجديده. هنا الان ذاك غادي نقدروا نقولوا بانه ولات عندنا حتى حنا جديده، يعني ولات عندنا حتى حنا مدينه ولات عندنا الناس اللي هما كيتبعوا. إذا حنا كيف كنشوفوا، إذا جانب المطالعة هو الآخر كاين في هذا المعرض. حنا كيف كنشوفوا كاين كتب، إذا حتى كاين فضاء. إذا كاين هنايا كتب، كاين القانون، كتب ديال القوانين. هذا غادي يهم دائما الخفاف وفضاءات معرض الوالديه.
حتى الثقافه هي عندها نصيب هنايا. للاسف كما قال سي خالد اليوسف هذا الشيء كيذكرنا في الزمن الجميل اللي كنا فيه كنشوفوا هذا الشيء في المعرض ديال الجديده لا ديال الشهب ولا الاخر ديال الميناء. هنا غادي نوريكم واحد اذا هنا هذه النوغا يعني كتشهي كنشوفوا هادشي يعني هذا فضاء اخر مع شابه هذه تعاونيه ديال صحاري انتاج مواد التجميل الطبيعي جديدة نيوز. إذن معنا واحد السيد اللي كيبان لنا داير منتوجات ديال الأعشاب وهذي مهم اسم كريم منها معك سفيان 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 اش سفيان عسكري. إذن سي سفيان إلى سولناك هذا الفضاء ديالك اش داير فيه؟ داير فيه مواد جميل طبيعي شي حاجة بيو طريقة تقليدية مواد جميل طبيعي طريقة تقليدية جميع البرودويز كنقدموها بطريقة تقليدية والمصدر ديالها منين؟ تعاونية ديال مرزوقة تعاونية صحراوية إذا نتوما جايين من الصحراء أول شحال من مرة دابا باش كتجيو هنا لهنا؟ هذا أول عام ديالنا حنايا هنايا في الوالدين أول عام إذا مزيان لقينا بعدا واحد لأول عام حيت الآخرين كيقول لك المرة الثالثة السنة الرابعة نعم شحال دابا باش بديتوا؟ هذا دابا تقريبا تكون شي 10 ايام مثلا 10 ايام كي لقيتوا التعامل ديال الجماعه وديال السلطه معكم هنا؟ لا بخير الحمد لله هذاك الشيء النظام بعد هذا الشيء ديال المريض الحمد لله كل شيء مزيان بالنسبه لذاك الشيء ديال الجماعه الحمد لله كل شيء بخير. وبالنسبه لاداره المريض كاين اداره؟ كاينه اداره كل شيء مكلفين بها استقبال وهذا كل شيء مزيان كل شيء النظام كاين مزيان. وبالنسبه لاحظتوا كاين اقبال على هذه المواد هذه؟ كاين اقبال حيت دابا الاغلبيه كل شيء كيهرب للطبيعه كل شيء كيهرب للطبيعه كيساو لي برودوي شيميك كيبعد على داك الشيء كاين احسن حاجه هي الطبيعه. اذا الى سولناك اشنو هو البرودوي اللي اكثر مطلوب بالنسبه للمواطنين اللي كيجيو عندك؟ الزبائن كنهضروا بزاف كنا كما قلنا كتكون عندنا ديك الكريمه ديال الدروه ديال الجمل كتاخذ عليها فكره كريمه ديال الدروه هذه بالنسبه للناس اللي كيعانيو من الم خاصه الدروده شد عضلي كتكون الكريمه ديالها الناس كيعانيو من هذه كتكون اباز لي زويسونسي زيت الاوكاليبتوس وفي الدروده شد عضلي الم روماتي كتكون زوينه الكريمه بزاف كتكون هي الزيت ديالها هي اللي كتخرج بزاف هذه مطلوبه بزاف مطلوبه حيت هذه كتكون مطلوبه وكاين اللي في ديالها خاصة إلا قلنا لك بأن الناس ديال الجديدة كيعانيو من البرودة بزاف جديدة إن شاء الله غادي نديرو واحد المرحلة جديدة قريب إن شاء الله غادي يكون عندنا مرحلة جديدة ونقربو حداها هانتوما كتسمعوا إذا اللي بغى يجي هنا للفضاء ديال الوالدية يجرب يشوف أشنو اللي كاين يقدر يتقدا يجرب هذا بين ما جا عندكم هاد السيدة هذا الجديدة داكشي كيتعصر على طريقة مباشرة كتاخذ زيت 100% بيور هادو هما لي ماشين اللي كنهضرو بالزيوس لبس بالأملو لبس إذا هادشي كلهم كلشي بيو كلشي عطاء كلشي بيو كلشي كلشي مطلوب كلشي هذا هو الأخ الصديق معكم هنا نيت هذا هو إذا إلا قلنا لك هنايا أش غادي تقول للناس اللي متبعينا عبر هذا اللايف نقول لهم مرحبا بهم في الوالديه واش نقول لك هذه الوالديه اللي اول مره كنجي ليها لقينا عليها زعما داك الشيء الناس الاستقبال ديالهم بخير اللهم لك الحمد شنو نقول لك اذا غنقول لكم انا مرحبا بكم عند تعاونيات صحاري بيو كاين فضاءات الوالديه فضاءات معرض الوالديه وكما قال لكم الاخ انه
كاين أثمنة مناسبة ومهمة يعني ضروري منها في الحياة اليومية ديالنا. قدمت هذا هو الأخ السلام عليكم ورحمة الله، معك الجديدة نيوز. كما هضرنا مع الأخ أنت غنسولوك على حاجة أخرى، كيبان لينا بأنه من غير هذا الشيء يعني ديال هذه المنتوجات كاين شي ديكورات ديال المتيولين ديال الارتيزانة. كنحاولوا نحافظوا على كلشي بلدي كلشي بالطريقة المغربية. أنا ديجا التعاون هذه اللي كنت مرتها في المعرض الدولي كلشي كلشي ناتشورال، وفي نفس الوقت كنحافظوا على كنقولوا المغربي كلشي ناتشورال كما كتشوف. لا بالنسبة في الحقيقة كنحاولوا الشيء ديال الدور الشيء ديال العرعار وداك الشيء اللي كاين في المغرب بصفة عامة. إذا أنتم دايرين منتوجات بيو دي اكسسوار بلدي بير مغربي صناعة تقليدية. اسم الكريم بعدا إذا أنت من مرزوبة ولا رشيدية ولكن ميسو ميسو. كيف كتلقاو هنا يا التعامل؟ لا الناس شجعين وكيف أقبال الولاي يعني عندهم القابلية ديال أنه بدأ يستعمل هذا هو المهم. حد موفق والسلام عليكم ورحمة الله تبارك الله عليكم أخوة. شكرا. إذن كيف تابعنا مع الناس ديال سحاري بيو بلاتي السي خالد السي قالك الله يذكر عليها معاد الجامعي لما قال بأن مدينة جديدة خارجين عليها موليها. وشكون أمو موليها السي خالد؟ راه ما أنت وأنا والآخر والآخر والآخر. إذا حنا هما موليين جديدة، حنا اللي نتسماو خارجين على جديدة. هنا كنقدروا نقولوا بأنه النهار اللي غادي نوصلوا للربع ديال بعض المناطق في المغرب، الربع ديال الغيرة ديال بعض المناطق في المغرب على الأماكن ديالهم على الديور ديالهم وعلى المدن ديالهم على الأحياء ديالهم على المعامل ديال على الشباب ديالهم على عادي ساعة نقولوا رحنا عندنا مدينة زوينة وغادي نقدروا نزيدوا بها القدام. احنا هنا كنقولوا بأنه باقي ما نلقاوش وباقي ما غنوصلوش لداكشي اللي واصلين ليه الناس اخرين. كنلقاو مثلا غير مدن صغيرة ما وصلت الربع في مدينة جديدة وكنلقاوهم بأنهم يعني واصلين لشي حوايج بلا مدينتهم نقية ما مكرفصة ما موسخة ما والو. و بالنسبة لهادشي ديال المعاريض كيتنظم بشكل منتظم ومحترم راسو وكاينة إدارة كتشرف عليه وما كاينش داك البيع والشراء وما كاينش داك الفلوس تحت الطابلة وما كاينش يكذبوا على عباد الله وما كاينش واش غادي نقول لكم. كنجيو كنشوفو كنلقاو بأنه هادشي ما كيبشرناش حنا بالخير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زين لايف جديدة نيوز. على الهضره ديما تاتش. اذا هنا كيف كنشوفوا هذه حسب كيبان منتوجات ديال العرعار وكذلك منتوجات اللي مصاوبه بتي برودوي اخرين. اذا صناعه تقليديه من حسب اللي اكد لنا صاحب المحل فهي ديال مدينه الصويره. ما غنقدروش اننا ناخذ من عنده هو تصريح شخصي لانه من هامك في واحد العمل اون كوموند اللي واخده من عند واحد السيد وبالتالي لان هذا الشيء كاين في الوالديه ماشي في الصويره يعني جات عندكم الوالديه. وحسب اللي اكد لنا صاحب المحل فحتى الاثمنه هي نفس الاثمنه اللي كاينه في البلاصه ديالهم يعني في الصويره وماشي أثمنة ديال التوريست أثمنة ديال الناس ديال الداخل يعني مغاربة يعني ماشي ديك الأثمنة المبالغ فيها ولا الغالية ولا زيدين فيها. فعلا السي خالد اليوسي ما كاينش معنا. شكرا لك.
شكرا الله يعاونكم دائما فضاءات لنا. السلام عليكم ورحمة الله. ممكن نصوروا كاين واحد لايف مباشر ممكن ولا ما تقول معك جديدة نصورك غير على السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. محترف اسم كريم سي محمد حسب اللي كنقراو هنايا عندكم حلويات ومأكولات شرقية وهذه المأكولات الشرقية واش عندها إقبال هنا في الوالدية؟ كنا حلويات جديدة ماشي اللي روتينية اللي مولفين الناس كيعرفوها لا جديدة نوع جديد نوع جديد وكاين إقبال على حساب المصدر. شحال أنت في هذا الدومين دابا؟ الدومين تقريبا 95 من 95 وهنا في الوالدية؟ في الوالدية شي 3 سنوات 3 سنوات إذا التعامل مزيان كل شيء عندكم مزيان الثمن الثمن مناسب لكل دونك قبل ما نحبس معاك اسم الكريم سي محمد سي محمد كنتمنى لك حظ موفق شكرا على التوضيحات الله يحفظك. إذا كيف تابعنا حتى من المأكولات فعندها عندها واحد الرمز ولا واحد أهمية بالنسبة لهاد الناس هنا في المريض و ضروري غندوزكم عند واحد السيد اللي كنسمع فيه كيهضر ب 400 إذا هنا هذا البلاستيك يعني هادو الصنيدلات هادو الناس دايرين 20 درهم صباح الخير. إذا ندير 20 درهم. يمكن هادو المعامل ديالهم كيتصاوبوا فيهم. إذا فيهم صنيدلات يعني في المتناول بالنسبة للمواطن من البسيط اللي ما عندوش ولا اللي بغى غير شي حاجة يقدمها في الدار. يعني هادو مقبولين ومطلوبين. كيف سمعنا دابا المرا قالت لك جات دات 3 البارح وزادت زادت اليوم. إذا هادشي مقبول هذا إقبال. إذا كيف سمعنا قبيلة من عند صاحب هذا المحل فقد أكد لنا قبيلة بأنه كاين إقبال على هاد السنادل هاد البلاستيك هاد الأمور. هاي 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 نصور ولا تحديث مباشر شي فيديو جريدة جريدة صحافة ما أنت بعيد لا حتى كنتشاور. إذا هنا محل ديال العطارة كاين هو في الوالدية يعني شي واحد غابر عليه شي حاجة ديال العطرية يجي غيلقاها هنا تبارك الله المحل كيف كيبان لينا مجهز راسو يعني كاين أي حاجة غيطلبها الإنسان يعني كل شيء شي سكين جبير كاين الخرقوم كاين فلفلة بالأنواع ديالها كاين يعني محل ديال العطارة بكل ما تحمل هذه الكلمة من معنى. ما قدرتش نهز الكاميرا عند الناس. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اسم الكريم الشريف. واش أول مرة كتجيو لهنا لهذ الوالدية ولا؟ 5 سنوات يعني عاجبك الوالدية. كاين التعامل ديال المواطنين والناس معكم عاجبهم الحال معكم؟ ها؟ كلشي مزيان. وبالنسبه لكم انتوما دابا الا قلنا لكم بانكم راكم على المباشر معنا في الجديده نيوز مثلا وفي الفيسبوك اش كتقول للناس اللي محتاجين مثلا العطريه هاد العطريه ديالكم واش كتحلو كاينه الجوده والثمن كاين الجوده والثمن مناسب وهادشي اللي كنقلبوا عليه كمغاربه. اذا انتوما منين بلاصه جديده من اقليم جديده. إذا سيد من إقليم جديدة ها هو دابا في الوالدية إقليم سيد بنور في المعرض اللي كاين في الوالدية كيقول لكم مرحبا بكم جيو راه أثمنة مناسبة والسلع اللي كتقلبوا عليها راه كاينة وحتى من القهوة بانت لينا عنده يعني داكشي ديال العطرية اللي كنا نعرفوا من بكري الملوخية قعقلاب سيبيسا البزار سكنجبير خرقوم يعني جميع العطرية وصافي هادشي اللي نقدروا نقولوا يعني العطريه والفاكهه
نعم. إذن هالفاكهة الفوق راه الزبيب تما كاينه، راه اللوز، التمر، القرقاع، حمص، كاوكاو، يعني كل شيء كاين، برقوق، المشماش، يعني أي حاجة بغيتوها. سيدي شكرا على التجاوب ديالكم وحظ موفق، الله يعاونكم سيدي. يعني اش غادي نقول لكم، افتقدنا بحال هاد الامور هذه في الجديده، ودروك ها هي كاينه هنا في الوالديه في فضاء المعرض. اذا هنا ما بقى لي الا نقول لكم سيروا تصبحوا على خير، ونتمنوا من المسؤولين ديالنا في مدينه جديده يفيقوا ويحسوا شي شويه بـ 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 بالغيره، يحسوا بهاد الناس فين وصلوا وحنا فين باقين، ويفكروا في المواطن اكثر من اللي غيفكروا.